شوف الخطوة الأولى، يعني first step كما كنشوفو sign up. قال لك create an account for free using your email address. يعني غادي تكري واحد الاكونت for free باستعمال الايميل ادريس ديالك. هنا قال لك explore the platform, see what it's like to invest without putting your money at risk by practicing on a demo account. دونك يستحسن انك ليك انت يلا مبتدئ، ما تجيش وتحط فلوسك واش بدات تخدم بالريل اكونت. دونك من الاحسن انك تخدم بالديمو اكونت، تعلم مزيان، تقرا لي زانديكاتور، تعلم انك كيفاش تقرا الشارت وشحال من حاجه، ديك الساعه يمكن لك انك تخدم بالريل اكونت. دونك هما نيت كينصحوكم انكم تخدموا غير بالديمو اكونت في الاول. دونك ستيب 3 قال لك انفيست اند ايرن بروفيت. دونك من بعد ما انك تدربتي يمكن لك انك تانفيستي وتاخذ بروفيت، يعني تاخذ البروفيت ديالك. دونك هنايا فين كتسجل كما كتشوف، create an account to start using the platform. هنا كدير الايميل ديالك، الباسورد ديالك، الكونتري اوف ريزيدنس كما كتشوف، وكدير I agree to the terms and conditions and privacy policy، وكدير sign up. دونك الا كان ديجا عندك اكونت يمكن لك انك دير لوج ان كما كتشوف. دونك ندخلو دابا البلاتفورم باش نديرو الاناليز اكثر. دونك اول حاجه كنشوفو هنايا هي الشارت او التايم لاين. دونك الشارت هذا ديال واحد البيغ كما كتشوف. دونك البيغ ديال هنايا عندنا البيغ ديال يو اس دي مع الاس جي تي. دونك كما كتشوف دونك ممكن لي انا نختار اي حاجه بغيت، نقدر نختار الاورو مع اليو اس دي كما كتشوف. نشوفو هنايا كما كتشوفو كون ديمو عندنا فيه 10000 دولار، الكون تريل ما عندنا فيه والو. دونك كون دغيا ما عندنا فيه والو، كون ديمو عندنا فيه 10000. دونك كواحد يلاه داخل كيعطوك 10000 باش انك تدرب. المهم قبل ما تبدا كنصحك انك تجي للتوتوريال هنايا وتفرج في هاد لي فيديو هادو، وتاخد نوسيون دو باز و ترينينغ دوبسيون كيما كتشوف، ترينينغ سيغ مارج و اناليز تكنيك و اناليز فوندامونتال و ابروبو هنايا. دونك من الاحسن انك تجي للتوتوريال باش تاخد معلومات اكثر. دونك الا كنت يلا مبتدئ كيما كتشوف كومون تريدي، دونك هاد لي توتوريال بصح فريمون غادي يفيدوك. دونك كيفاش نديرو ديبو او لا ديبوزيت؟ غادي نجيو هنايا ديبو كما كتشوفو كونت ريال، غنديرو كريديتي لو كونت اي كومونسي. كما كتشوفو يمكن ليا انني هنا كاينين لي مويان دو بايمون كما كتشوفو ريكوموندي اللي هما مقترحين. دونك كاينة اديفيكاش، كاينة بيتكوين، كاين بيفليكس ماني، وكاين فيزا ماستر كارد. انا كنت ديجا خدمت بهاد اي كيو اوبشن، وكنت درت البايمون بكارد فيزا ديالي، وكنت خلصت حتى بالبيتكوين واحد المره بيتكوين. دونك صراحه بيرفكت ماني ما عمرني خدمت بيها، وحتى هذه صراحه ما عمرني خدمت بيها، خدمت بالفيزا وخدمت بالبيتكوين. بصراحه كانت تجربه اللي هي مزيانه، يعني الفلوس كيوصلوا سي بلاس. دونك هادشي اللي كاين. اي واحد المعلومه، ما يمكنش لك انك تانفيستي بقل من 10 دولار، يعني 10 دولار والفوق، قل من 10 دولار ما يمكنش. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا الشارت، ما يمكنش اننا نتريديو حتى السوق مسدود دابا كما كتشوفوا. غادي نجيو الاورو مع اليو اس دي هنايا. دونك كما كتشوفوا هنايا السوق هو مفتوح. دونك انا صراحه ما كنخدمش بلي زانديكاتور هنايا، هنا تيب دو غرافيك. من الاحسن انك تخدم بلي بوجي. دونك لي بوجي هما احسن اختيار كيبقى بالنسبه لهنايا لي زانسترومون غرافيك، وكاين لي زانديكاتور حتى هما اهم حاجه. لي زانديكاتور هما مهمين باش انك تقرا الشارت مزيان وتخرج بواحد الريزلت اللي هي مزيانه كما كتشوف. دونك الفوليوم خصنا نزيدو الفوليوم، الفوليوم واحد الانديكاتور اللي هو مهم. دونك الفوليوم كما كتشوفوا هو الفوليوم راه مهم. ومن الاحسن انك الا كنتي كتخدم تريدينغ، انك تخدم تريدينغ فيو باش يبان لك الشارت كامل وترسم فيه، وكيكونوا تما لي زانديكاتور احسن، يعني كتكون عندك الرؤيه واضحه اكثر من هذه البلاتفورم. وبالنسبه للشارت راه لو ميم شارت، يعني لا ميم شوز، يعني نفس الشارت اللي كاين هنايا كيكون تما، غير خاصك تاخد لي بير اللي كاينين تما تاخذهم هنايا وترد البال للبلاتفورم اللي داير بها تريدينغ. يعني مثلا تريدينغ فيو كيكون طالع لك اليورو اليو اس دي فاش من البلاتفورم، حيت كاين بزاف ديال البلاتفورم، كاين بايناس، كاين بزاف ديال البلاتفورم. دونك خاصك ضروري تختار البلاتفورم اللي مثلا غادي دير فيها تريدينغ باش يطلع نفس الشارت. دونك حنايا غنديرو واحد محاولة كما كتشوفوا. انا مثلا غادي ندير 1000 دولار كما كتشوف. 1000 دولار اكسبيراسيون، دونك اكسبيراسيون غندير مثلا دقيقة 26. دونك غادي ندير الشارت
نديرو ندير الشرط هابط مثلا، دونك ندير الشرط هابط وغادي نشوفو واش غادي نربحو هاد الصفقة ولا غادي نخسروها. دونك كما كتشوفو البروفيت ديال زائد 860 دولار. دونك فقط انا غير درت تخمين صراحة، ما انطلقت من حتى شي انديكاتور ولا شي حاجة. دونك داكشي كيبغي واحد شوية ديال الوقت باش تقرا وتدخل في الفرصة المناسبة. دونك ماشي غير جي غادي تدخل في اي لحظة، خاصك تقرا بزاف ديال الحوايج. دونك هادشي اللي كاين الاخوان، كنتمنى انك تكون لا فيديو عجبتكم. هادشي اللي كاين كيف ما ديما كما كنقول لكم، هادي ماشي نصيحة استثمارية، وهادشي فقط غير كنديروا التحليل. دونك ما تنساش الا عجبك الفيديو تخلي معاك واحد لايك وسبسكرايب وتفعل لك لوج نوتيفيكاسيون باش يوصلوك كاع لي فيديو جداد. دونك هادشي اللي كاين، تهلاو.